فلوسي صار شد يميني يا سد لي صار وانا فيني يا مر وحار كي ملقيني يا عمر ودار مو بالبال يا بدك مش يديني ماني تسالم مرحبا في الجزء الثالث والاخير من جودي 2. فرحان برشا انه يحضر معنا الكابتن خالد الملهي. مرحبا. العملاقه ريم الزريبي. مرحبا يا مدام ريم. شرف كبير برشا انك موجوده معنا. والبطل العالمي خويا نورنا على الاخر وجود صلاح الماجري بحذانا والقطوسه المزيانه اللي تعرف البخوخ ومن العماره تدسويت من ال من ال لايف ستايل. عندنا مشكله كبيره نحن النساء في راس العام ما نجموش نلقاو كادوات للرجال. صحيح ولا غلط؟ سي توجور بلو ديفيسيل باش تلقى كادو للراجل ك للمراه. دونك هذاك علاش اليوم باش نحكي لكم على لي زيدي كادو للرجال. دونك مشيت انا ودي جي عزيز البوتيك اكزيست وين شفنا غاديكا برشا حاجات دي زيدي كادو طايره على الاخر. دونك دي لونيت دي مونتر حوايج ايش بارفانيت. خليكم تشوفوا الفيديو. فوالا دونك هذوما لي زيدي كادو نتاع راس العام. ان شاء الله عجبكم الساعه دي جي في الفيتير نتاعنا. بصراحه بيناتنا صاحبي بوغوس والله. دونك فوالا ابار الحوايج مزيانين على الاخر فما دي اكسسوار. دونك اون في تدخل دون اون ميم بوتيك تلقى كل شيء بور اوم. اي دايور بالنسبه لراس العام مخرجين دي باك اللي هما ياسر سامباتيك. دايور هاني جبت لكم هنا ان اكزامبل. دونك نجم تاخذ ان كوفري هكايا زيد كيف كيف اون ايماج تنجمو تشوفوا لا كومبوزيسيون نتاع لي ديفيرون كوفري. دونك لو كوفري هذايا في وسطو سوا ان بارفان اللي هو كبير هكايا معاه اون مونتر. واو. والا دونك كيما هكا تشوفوا في ليكران. والا ان بارفان دو بوش افيك ان بورتفوي اي اون مونتر. وهذوما لي كوفري الكلهم سومهم 99 دينار. بيان سور انت تنجم تختار لا كومبوزيسيون نتاع الكوفري. دونك لو بارفان والمونجيلا والبورتفوي جيفت بوكس الكل على الاوكازيون نتاع راس العام سمو 99 دينار. دونك سيت اون ايدي كادو ياسر طياره. فما برشا ناس يقول لك انا نحب نهدي كادو للراجل اما ماذا بيا كان هو يمشي يختار وحده على خاطر ريحه البارفان ساعات صعيبه شويه باش تجيبها كات قدم قالت نجم ما تعجبوش. نحن نسي حتى كان نجيب لنا كادو نقول لك عجبني بوغ تو فيغ بليزيغ اما توما رجال كان يجي كادو ما يعجبكش تتغشوا. والذا اكزيست عملت اون فورمول ياسر طياره اللي هي اون كارت. لا كارت هذه تنجم تشارجيها انت حتى كصاحب شركه زاده تحب تهدي لي زومبلوي نتاعك بالمونطون اللي تحب عليه. دونك لا كارت هذايا تصب فيها الفلوس اللي تحب عليهم وتهديها للعبد اللي تحب تعطيه كادو. بيان سور تقعد عنده لا بوسيبيليتي باش تعمل ايشانج وتنجم زاده تستعملها برشا مرات. لا دوغي دو فاليديتي نتاعها اي دو ان ان. ميرسي اكزيس بور لي زيدي كادو. ديما مع فاشن ميك اب نحكيو على المكياج لايلاينر هكا والماسكارا هكا والروج ليفر هكا والفيتير هذا يتفرجوا عليه كان البنات. هذيك علاش اليوم قررت باش نختبر ثقافة الرجال في المكياج مع فاشن ميك اب. المكياج المزيان بالسوم التحفون نشوفوا مع بعضنا في الشارع التونسي الراجل التونسي يعرف المكياج ولا لا. فون دو تان مكياج هذا ايفولوسيون حرية كي تعملوا المرأة تحس روحها متحرة وفازيت. انت ياسر تفهم في المكياج حاجة مش نورمال. نهب لكم مكياج هذا اي لاينر ولا لشنو يستعملوا؟ نحو بيض للتحويق يا منظرك يصيروا ما نعرفش يتشرب هذا يتحط في الفم
شتاء من سنة كي يقعد لها المطعم في فم. وفي برشا الوان يبدا يك يبدا لونه أحمر، يبدا فريز، يبدا أصفر، يبدا سترون. هذا يظهر لي يقلب الشفرة أكثر. إي من هذا فوندوتان هذا ما ظالي متاع عينين. فوندوتان تاع عينين. إي فوندوتان تاع عينين. دونتيفريز هذا يعملوه في الشواف. ديما الطفلة ما عندهاش شوافر تولي بيع عندها شواف، كحلهم على الآخر تقول خلي جاية. واش تاع وجه. جرب لك أنا على يدك. هذوما كل يحطوهم فوق العينين ضال. قل لي كل مرة اللون هذايا مثلا وين نجمو نستعملوه؟ حسب رايك. هذايا نصور تستعملو كلي في خدودها باش صحابة يشوفها حشمة ولا. كأنه عظم تاع وجه. شوي صحيح تاكلو يتشربو هذوما شناهي هما صار. هذايا كيك الحلوى الشوكولاتة ولا شناهي؟ صلصال. حرابش هذوما تاكلهم كحسة الرسم تاع صباح نحاه. حسب رايك شنو هذايا؟ روج أليف. معناتها حسب رايك انت احمر شي فيه لونه اخضر توا لموده. كي تكون عينيها اخضر اكزومبل. اي. هذا يمشي معاها. شو يعملوا بيه فاتر؟ شو يعملوا بيه؟ ماركور فاتر ايش نعمل؟ ماركور شو يعملوا بيه؟ يدهنوا بيه وجوههم. يدهنوا بيه وجوههم. اه حط شويه من هنا شويه من هنا ويدهن تدهن. حسب رايك انت انا يخرج ازين هذا ولا هذا للمراه؟ هذه بالنسبه للواحده بلونده. اي. وهذه تبدا بالواحده كلي سمرا شويه هكا. روج ليفر مش روج برشا هو لما حال انت ذوافرك روج هو مش روج موندي مناجع الغشاش لتبارك سانسيرمون قعدت بيه قداش رجال التوانسه ما يفهموش برشا في المكياج اما انا فهمت حاجه يا ميغالو اللي خوك سليم خدمته ياسر صعيبه على خاطر انا اول مره نعمل ميكرو خطوه اي برافو نحب نقول لك سليم فريمون عندك سوف وطيب زيد حتى تيبو سليم وطيب حتى طيب زيد أغذية ديما تودنا بحاجة تحفونا واليوم خرجت أن برودوي فريد من نوعه البرودوي هذايا سي أن بودي سبري أون ميم تان ديودوران الديودوران هذايا في وسطو السيترات دارجون اللي هو سي أن أجون أنتي بكتيريان وفي وسطو ديز إكستري دو بلانت ناتشوريل اللي لي فيرتو نتاعهم أنتي بكتيريان أون ميم تان إلا دوسي و إلا بيز دونك عندنا 500 أور اللي هما بالحق معناتها تشم واحدة تنسى الأخرى، دونك فما لا نوت فلورال، فما لا نوت بلزاميك فروتي، فما الألوي فيغا اللي هي هذه فريمون ريحة البروبرتي، وفما أون أودور ياسر بنينة اللي هي ريحة العود، ريحة العود اللي هي بالحق ياسر تحفونا سي أون أودور الأكثرية تمشي ماسكولين، لا بارتيكولاريتي نتاع لو ديودوران هذايا اللي هو إلي سان سيل دالومنيوم. Sans paraben, we should 48 heures. Donc voilà, merci beaucoup Harvey. À la khater belhaq, c'est une marque tunisienne qui est en train d'innover. فما ريحه نتاع ورد اللي هي فريمون كريحه الورد اللي يحبوا سورتو النساء الكبار يحبوا برشا ريحه الورد الورد معناتها فما لو بوكي فلورال كيما قلت لكم فما العود فما اون كيستيون اللي ديما انتم تسالوني عليها وين نجموا نشريوا لي برودوي ارفيا سي تري سامبل تدخل على الفيسبوك تكتب ارفيا تيخرجوا لك لي كونسيير اللي موجودين دونك في الليست دامي نتاعك والا في الزون بروش نتاعك انت من غادي كتنجم تاخذ لي برودوي ارفيا كيف كيف زاده في انستغرام سي لا ميم شوز ميرسي بوكو للماركه التونسيه ارفيا وتنجم تقول لكم كان أغذية صحة لنا اليوم باش نهزكم البنزرت لمارك للا باي مدام نورة بالحق أنا كي جيت نصور في VTR هذية تغزر الروبة تنسى الروبة الأخرى دونك أن غران شوا دو روب دو ماريي للمتحجبات ولأي عروسة باش تعرس في 2021 شوفوا مع بعضنا النوفيل كونيكسيون
مدام نورا بالحق محليها ياسر ياسر فيانا في الخدمه نتاعها. فوالا دونك لادريس ياسر سهله في بنزرت، نجموا تدخلوا على الكونت نتاعها اوفيسيال في انستغرام والا في فيسبوك. سيتي من ال لايف ستايل بور اجوردي. ميرسي، برافو منور، يعطيك الصحه. صلاح الماجري للي جون نتاعنا راهو من احسن ما جابت تونس. الملاعب التونسي الوحيد اللي يلعب في الانبيا، وفي الانبيا اللي يقول الانبيا يقول دانك مستر دانك. هذه كومبيل لاحسن لي دانك اللي عملتهم في الانبيا. نشوفوهم بعضنا وراجعين توت سويت. بدات مسيرته مع النجم الرياضي الساحل في سن العشرين سنه، وبعد احترف في عده فرق اوروبيه، بدا من بلجيكيا وبعدها اسبانيا، والقفزه كانت مع ريال مدريد في 2013 وين تالق وابدع. وبعدها صلاح المجري كيما كان صلاح المجري احدى ركائز المنتخب التونسي، وكان موجود مع المنتخب من عام 2009 وتحصل معاه على بطولة أمم إفريقيا لكرة السلة عام 2011. ووقتها يتحصل صلاح المجري على جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم إفريقيا لكرة السلة 2011. أنت تبكي ولا شنو؟ لا لا محلاه. هذوما من العامين اللي حكى عليهم أسامة ولا من الأربع سنين اللي لعبتهم أنا في الأنبياء؟ ما فماش معاش دبلوماسية، عاد سبيتنا بكري. لا لا سيد دبلوماسية. طيب شو تقول في الرسمي يا صالح؟ في الرسمي باش نلعبوا أن كونترا أنا وياك. يلا شو كان 3 بوان كاهو. تحب تكمترني بس. ماتشي ولا؟ نجم تسماتشي. أوكي يلا. صراحة في اغلب تصريحاتك تقول انت سبب خروجك من ريال مدريد انك ما تحبش تلعب كونتر اسرائيل ولا ملاعبيه من اسرائيل ولا فرق من اسرائيل، صحيح ولا؟ قلت هذايا؟ قلت مش هكا، مش بالطريقه هذه، قلت اللي كي جينا باش نلعبوا كونتر الكيبا نتاع اسرائيل وانا ساعات في ريال مدريد، مشيت للونترنور قلت له ما نجم ما نحبش نمشي يعني سيميو ما نمشيش، قال لي صالح راهو نتفهموا كل شيء، ما راهو عندي جا ثلاثة جولات مضروبين، ما نجمش نمشي نلعب بسبعين. ما نجمش نمشي نلعب بسبعة، لازمنا ثمانية ومينيموم وزوج صغار عشرة، هو ديجا كيفاه 12، احنا ما خلطيش حتى على 12. مشيت العام اللي بعده جاني واحد واحد وهو ساعتها الكيبة كاملة، قال لي ما غير ما تمشي سي با لابين، خاطر شاف اللي عملوه صارت فيها بوليميك كبيرة حتى لنا في تونس وكل شيء. دونك في الآخر لعبت، مشيت لعبت. لعبت العام الأول العام الثاني لا، أما تحس تقلقوا منها هما الحكاية. ما عجبتهمش. هل يعتبر هذا واحد من اسباب خروجك من ريال مدريد؟ تنجم تقول ما نعرفش شنو السبب، ما تنجم، اما رجعت بعد راه رجعت بعد الانبي رجعت. المعلومات اللي عندي تقول انه ريال مدريد في فتره ما خانك. والله ما خانيش، شوف رب ذرة النافعة راهو جا وقالوا لي ما عادش حاجتنا بك، مشيت للانبي. كان قعدت في مدريد ساعتها راهو مشيت للانبي، دونك حاجه بهذه. يعني. هذولي قعدت لك نكته كحل، ما تصور انت واحد عنده نكته كحله من ريال. تسمع قعدت نكته، لا لا بالحق قعدت نكته كحله. واحد عنده نكته كحله ما عرفش بوان نوار في نقطة كحلة من الريال. قالت نقطة كحلة عليه خاطر في السيزون هذيك ربحنا أربعة تيترويت 4-4. أنا في عامين مع ريال مدريد لعبت على السيرويت فينال، لعبنا وي فينال. هي ما حربوا عليك عرض من كليفلاند. إي في ديسمبر هذاك قالوا لي تحب تمشي، قلت لهم نحب نمشي، قالوا لي ما تمشيش. بعد كي مشيت لكليفلاند وقتها تعرف مع شكون كنت تلعب يظهر لي؟ مع ليبرون جيمس. ما عرفش كان اللي يتفرجوا فينا يعرفوا واش معناتها كي نقول ليبرون جيمس ولا أسطورة معناتها السيد. معناتها من ليجوند فيفونت، اكثر اغنم لاعبي في تاريخ كره السله تو موجود مازال يلعب. معنا جمعه جاي خلينا نقولوا للمشاهدين، معنا جمعه جاي شكون حاضر؟ معناتها اكثر لاعبي يخلص في الانبي اي تو ليبرون جيمس. اقوى جوار بعد مايكل جوردن وكوبي. كوبي لا 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 كوبي مايكل بالنسبه لي انا، ثم بالي يقولوا راهو خير منهم الزوز ما نعرفش عاد، بالنسبه لي انا هو يجي الثالث. به الفترة السابقة كنت تعرضت لاتهامات من نوع صلاح المجري يتعالى عن المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة. صلاح المجري يعتبر نفسه أنه ملاعبي ولا أقوى من أنه يلعب في بطولة أفريقيا مع المنتخب الوطني التونسي، ويرفض الدعوة أنه يكون موجود. أنا غلطين هذوما. أنا دجا واحد من الناس كنت معناتها خدمت معناتها في الراديو، قلت معناتها نذكر روحي قلت عيب عليه أنه اليوم منتخب اللي صنعوا باش يمشي يلعب في ريال مدريد وفي دلاس وفي اليوم، ولا صلاح المجري يتجبد شويه على كيف ناسينا. لا لا غلط الحكايه بالكل، ما فهمش حتى التجبيد راهو. شوف
صاروا مشاكل مع الاكس ناسيونال تحلوا ديجا ولعبت راني 2019 لا مش هذا السبب كاليفيكاسيون لا مش هذا السبب لعبت 2019 كنترني باش نقول لك باش نقول لك في 2013 انا في شوت هيرك تروبونتي كنتر في 2013 دراس فريقك اللي تلعب معه في الان بي اي منعك انك تلعب مع المنتخب الوطني التونسي كنترني منعني كريمو هي كنتر الاونر مارك كيوبن قال لي يعني مول المول مش حتى رئيس قال لي ما تلعبش قال لي ما تلعبش خاطر في 2015 مكسور انا في الاكيب ناسيونال بون حكايه فارغه راهو فات وديجا وتراثينا ويا محلانا ما مساج هذا نحكيوها انت كي تحبني كنترك تون كنترك في 2015 نقطه كسرت كي سالوا هما الاكيب ناسيونال شبيه صالح من ماتش ماركي 20 من بعد يجي ماركي 4 بونت لاباس قالوا لهم لاباس راهي كونتيزيون ومن بعد نمشي لدلاس نلقى لي انا مكسور فوالا في 2015 2017 انا مازلت كملت عملي على ركبتي بريت وي مي ساعتها مانيش حاضر باش نلعب 100% حبيت نلعب انا جا موجود سي علي وموجود لونترونور ماريو قال لنا مشى على روحه قاعدين مع بعضنا ثلاثه يجي مارك كيوبن اللي هو الاونر اللي هو مول المول بتاع اللي هو الهزني الام بي اي والتو مازلت علاقتي به باهيه يقول لي قال لي ما تلعبش وانت قلت له الله يبارك مش نقول حد شيء كونترا عندي معه انا حبيت نلعب هو قال لي هم يفهم شوف راهو اللي خالد ينجم يكون ما تصورش كان في كرة القدم مشابه خاطر في كرة القدم الفريق اللي ما يسيبش الملاعب نتاعو يلعب على المنتخب يتعب نو 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 حتى في الانبيه هكاك راهو هي ما تنجمش انت تجي للانسان اللي عامل لك كونترا ما نعرفش بقداش فلوس تقول له لا وما حاجتيش انا ماذا بين نعرف قداش تعمل معاه مشاكل انا ماذا بين نعرف قداش لا لا مش اسمع انا عندي رقم كان تحب نقوله طبعا نو نو اسمع امين ولا بالحق سايب علينا الملعب لا انا كل الارقام وانت قلت لك انا باش نشوط وانت كنترني انا باش نجبد لك رقم تعرف انا هو الرقم 80 دينار اي باش يذكرك هذا في اللي توهلت خاطر كنت ما نعرفش نلعب باسكيت جابوني ما نعرف حتى شيء من جندوبه جست انسان طويل الف واحد طويل في تونس راهو مش معناتها كل واحد طويل باش نجي يدخل ينجح في الباسكيت جابوني ما نعرف حتى شيء قرروني اعطوني وين نسكن كل شيء اعطوني 80 دينار سي فري 80 دينار في الشهر 80 دينار في الشهر عام قد ايه هذا؟ هذا 2010 سمحت 2005 قداش قعدت تخلص هكاك؟ عامي عامي لا حتى من بعد ما ولدتش ديفيرنس كبيره راهو لا ساعة جا نقول لك حاجه راهو مش معناتها 80 دينار نسمى لا لا مبقص على اصحابي خاطر جونيور ما نخلصوش نقول لك خلط في بون في الفوت هذيك حاجه اخرى مي احنا باسكيت جونيور ما يخلصوش تلعب على الجو تلعب باش توصل للسنيور وكا واليوم مازلت تلعب على الجو لا يا حسره ما عادش نلعب على الجو تو تلعب على شنو؟ نلعب على كل شيء تو نلعب على الايماج نتاعي نلعب لصحابي نلعب على الفلوس نلعب اعطيك رقم ثاني ولا صدق 2.2 مليون دولار في العام شكون هو؟ اسالوا خذ نمره تو يلحق عيني يسرق كلام مصيح خاطر في الثمانينات في داره الغالي تو رجعت له ليه ما دارتك مش خاطر نقول لك انا راني قلت الرقم 2.2 مليون دولار في العام تبارك الله اللهم صل على النبي اش بيهم؟ اي ما يعادل حسب التقريب 5 مليارات 7 لا لا اكثر امينة اضرب في ثلاثة تقريبا في ثلاثة ورا الصبا يوجع باش يطيح باش يطيح اي ما يعادل 7 مليارات في العام ربي يزيدك تستحقها والله ربي يزيد ويستحق اكثر من هكاك قول اعوذ برب الفلق ريت كيف اللي جا مكسور بس اللوح بس اللوح بس برب الفلق ما انتوش لبوا قول اعوذ برب الفلق كلها مع بعضها نجيبوا بس لعيبة عملنا رقية انا هاو اللي يعجبني فيهم بعد برسمي نحترمه على حاجة نحترم صالح الماجي على حاجة صالح الماجي مش من نوع بتاع العباد اللي حتى كان يعمل حاجة يقول عليه مثلا مش من نوع اللي يمشي يبني مدارس ومن بعد يمشي يهبط درون تصور في المدارس هذوكم ويعمل بعماله بورتون معناتها مؤخرا كانت صارت كارثه في جندوبه في سبيطار جندوبه وسمعتوا بها الناس الكل ودخل صالح وما حبش يحكي تاع سبيطار اي الله يرحمه بما انه في لي اسانسور ما يخدموش برافو دونك دخل ومعناتها شو الميساج اللي نحب انا صالح معناتها يعدي مش صالح المجري وحده راهو باش ينجم يصلح كل شيء صالح المجري ماذا بيا معاه هو ولاد جندوبه ومعناتها يقفوا كل ما بعضهم صحيح ولا لا؟ الناس كلهم مع بعضنا بيان سور يد واحده ما تصفقش نحاول نعاون باللي نقدر شو برشا فازات تو بار اكزومبل امينه بحذانا نحكيو على ليتوال برشا عبيد صالح ما عاونش ليتوال صالح ما عاونش ليتوال حب انت ليتوال حب ليتوال بيان سور ياك ما عاونتش ليتوال عاونت انت عاونت ليتوال ولا عاونت ليتوال بالطريقه اللي نحب نعاون بها انا مش لازم نعاون بالطريقه اللي يحبوا العباد نعاون بها انت هناك ما تحبش تقول عم انا سمعت اللي هزيت تقريبا عشرات اللاعبيه التوانسه باش يعملوا ستاج في هذيك هذيك حاجه اخرى عاد هذاك اللي كون اللي نعملوا فيهم كل عام مع السبونسور نتاعنا نهزوا تو بريسك من العرب مش من تونس كهوه
من تونس ومن مصر ومن لبنان هزينا 16 صغير نعمل لهم سكولارشيب اقل سكولارشيب فيهم 30000 دولار بارون 30000 دولار يعني انت كتجي اما هو مش معناتها روان عملت عليهم زي ولا طالون تاع سبب معناتها طالون تاعه بيان سور الطالون تاعه عمل عليهم زي هو عنده طالون فيك معناتها جماعتكم وصحابك وحبيبك في جندوبه على سبيطار جندوبه شنو تحب تقول لهم اليوم معناتها يسكو يتحركوا الناس الكل فازي اعطيهم ميساج ما تخلي يتحركوا الناس الكل مع بعضهم بون باش نقول ديجا الناس الكل قاعده تحكي البريود الاخرى الناس الكل لازم تعاون فهمت كان باش نستناو الدوله هي اللي باش تعمل لنا تعمل لنا تعمل لنا جو كروا استنينا الدوله توا من وقتها من وقتها تونس ماخذه الاستقلال ولا من وقتها شد الرئيس السابق ولا اللي هو مع نفس الحاله يعني السبيطار هو في روحه فهمت دونك كل جهه يبنوها رجالها مش معناتها راني نعاني لا بالحق مين مش راهو تو برشا عباد باش يقول لي اه جهويات جهويات انا 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 جندوبي خويا ونعيش في سوسه نعيش في شنو مشكل فهمت بالعكس وين قاعد تكور انت تو؟ انا تو السنه كورت في الشيء عملت ميم با ان موا ادمي تكسرت على خاطر 2.2 و4.5 و5.6 ربي يسترك فهمتني دونك فوالا دونك وفات بالنسبه لي سمعني كانترني ما تفهمنا انترفيو كانترني هذا ايوا ليبرون جيمس ابو قلب يخلص قدو 70 مره وما تكسر حتى صبع هو يخلص قد اقل منه 100 مره وشد لنا فيها صبعي ها صبعي هزي هزي عاد يا صالح ليبرون جيمس امريكي انا تونسي اه تحك فيك انت العين وفي هو وفي هو ما تحك اي معناتها باش ترجع لكيبك وين باش تمشي توا شنو باش تعمل؟ لا توا ليبرين اي باش شنو باش تعمل؟ باش ترجع تفهمنا في امور الكونترا كيفاش خاطر عندهم حق هما زاد عندك اسيورونس بالقانون نقول لهم لا ناخذ فلوسي كل على اخر دور ونقعد هني قاعد وكاهو مي ما يجيش امور انسانيه امور بتحب انت مساج دونك تفهمنا في مونتون تعطيك فلوسك تمشي على روحك معناتها خديت هبوطك ومشيت على روحك فوالا اكزاكتوم معناتها مشيت هكا اما كان ياخذ لك يعني قانونيا انا كنت قادر نقول له اعطيني فلوسك كلها مش ترجع للان بي اي ولا علاش لا ماذا بيا باهي ما كلمكش صاحبك في دلاس لوكا اسمع شوف باش نقول لكم حاجه انا راني مغروم من بي اي على الاخر مهبول نتاع ان بي اي مش عارف كان فما شكون يتبعوا في الان بي اي معناتها في البوبليك لهنا نعرفش كان تعرفوه لوكا الام في بي السنه ام في بي معناتها احسن جوار لوكا احسن جوار جون السنه معناتها في موسم الثاني يظهر لي مع دالاس جاي من ريال مدريد كان معك في الريال ومشى لدالاس معناتها لوكا هو من اقوى الملاعبيه السنه في الام بي اي الملاعبي الوحيد اللي في تاريخ الام بي اي اول سيزون يا زياد يلعب بلاي اوف في ماركي اكثر من 40 نقطه في البلاي اوف ما عمل السكور هذايا حتى حد قبله معناتها الجوار اللي مطرشق الدنيا قال لك الراس بالراس هو صالح خويا صغير يقعدوا في داري اللي يقعدوا في داري اكثر من اللي يقعدوا في داره اما توانسه عم نقول قال لك لا دالاس رجعت صالح خاطر صحاب مع لوكا يعني صحاب مع لوكا بني ما رجعتش اخر مساج بعثوا لك شنو قال لك؟ توا بالكاميرا اول بوز قبيله قالوا ميغالو يتكيف يبالوش بيا نتكيف لوكا قبيله ميغالو اخر مساج بيت عملت والله اخر واحد بعث لي مساج بالحق قال لي وقت الجاي لدالاس وانت جاوبت ما عندك متعب قلت له ما يبيسون قال له فماش ترونسبورت قلت له ما يبيسون قال ان شاء الله ربي سهل ها جابوا الفلوس اغزى حقيقه تكشف لاول مره لطف انا باش نحكي لك شطر حكايه وانت كمل شطر الاخر صلاح الماجري صحح مع ريال مدريد تبعني للاخر انا اسمع اتصل اول واحد كلمه في باله حتى حد كلم بوه بو قاعد في القهوة يلعب في طرح رمي كم اللي بقي؟ قال لي يزبل البلاد وركاك بتاعك برا كلم امك وعلى الاقل عليك التليفون عليك التليفون ما صدقكش ما صدقوش ما صدقكش صدقش قال لي برا امشي كلم امك انا ريال مدريد اللي تحكي عليه قلت له نطلبوا قلوا نلعب بالريال في البلاي تبعي تليفون يا مخين كلمته قلت له راني صححت بالحق في ريال مدريد قلت له راهو باش نلعب مع ريال مدريد قال لي وقتها نهار السبت يعني باش نلعب مشي بالي باش نلعب كونتر ريال مدريد بوسكا نلعب في اسبانيا ونلعبوا ديما في الويكاند احنا يا السبت ولا حد قلت له لا باش نلعب مع ريال مدريد يعني فوز قال لي زيش بلا بلاد وركاكه بتاعك هو على خليك باقي في كاب بعد ثلاث ايام هذا لا نحكي نكته بتاع خويا خويا قلت له راني صححت بعد كلموني اللي ميديا من تونس ريال مدريد قالوا لي ما تقولش صححت في مارس خاطر صححت في وسط السيزون يعني مازلت نكمل على جاي اخر
كلمني خويا قال لي مثبت صححت، قلت له صححت يا، قال لي موزايك وكلها، قال لي ما صححتش اللي هو انتوكس وانت بيدك قلت اللي هو انتوكس. ما قلت له يا طارق ماني فهمتك، راه قلت لك اللي انا ما نجمش نحكي الحكايه لما توفى سيزا. من بعد بنهارين خرس بلاصه قال لي لا تكذب. ما صدقكش. ما صدق، ما حابش يصدق، ما صدق لما لبست المريول وهبطت نلعب. يبقى احنا مصدقين اللي انت عملت دي ميرفي مع ريال مدريد. صحاب انت كريستيانو ولا كي كنت غادي؟ لا لا مش صحاب. ما تقابلش حجار؟ نعرف لا لا نعرفه انا حجار ولا هو هو لا لا نعرفه نتقابلوا كل يوم. ما نرميش عليه الصحبة، كل واحد يخدم على روحه، ربي معاه، انا نخدم على روحه ويخدم على روحه. سافرنا برشا مرات في الطياره مع بعضنا. كيفاه؟ معناتها مظروف في روحه. ليه والله ليه يغلط اللي يقول لك ليه ليه؟ شوف بالحق والله بالحق تو انسان تلقاه بوغوس ملاعبي عنده برشا فلوس ومشهور. شو خزرك اللي كنتي اوتوماتيكمون باش تلقاه ماهوش مش متواضع، راه مع اصحابه كل ذي متواضع. ما كان عاد كل واحد مش يعرضه في الشارع وينك ما يبراذر ويحمل ويبوسه. سينما لحد قبل كورونا ما فهمناش تحميل البوس، يعرف انا باغ اكزومبل نعرف. انت ماكس متواضع، انت يا زياد المكي. هو انا اللي فرحان اللي فرحان له انه صلاح المجري لاعبي متواضع جدا رغم الاكسترا الكبار اللي عملهم، دونك تصفيقه كبيره برشا على صلاح المجري. موقف لا يحط فيه حبايب، هو لا محاله يا جماعه. الموقف هذا يقول تصور نهار تكلمك المدام ولا يكلمك المسيو البنات ولا الاولاد ويقول لك انا قابلت الاكس نتاعي في الشارع باش نمشي نعمل معاها ولا نعمل مع الاكس نتاعي الاولاد قهوه. هل شوف نعم اختي اي الوغ شوف الفيتير انا راجع نرجع نورمال. عسلامة ومرحبا بكم. هبطنا اليوم للشارع التونسي، طلبنا من المواطنين كل واحد يهز تليفون يطلب شريك حياته يقول راني باش نعمل قهوه مع الاكس نتاعي. كيفاش كانت الحكايه؟ تبعونا. يا ربي ايش نعمل مشكل؟ تحطوا في المشكل؟ قابلتها في وصل البلاد، قالت لي نعملوا قهوة. شكون هذا؟ ما نعرفها كاكا، ما نعرفها كاكا صدفة. لا ما يساعدنيش. اسمع راه مش صحيح، هو اللي عيط لي في الشارع قال لي ما احنا مشيتك وقال. ميزان تعمل قهوة وشيخ روحك. ما يقلقكش ولا سعدي غوش باه. القهوة في الشايخة معاها كرواسون ولا حاجة ولا فتيه. وش كان فيها في التليفون؟ وانت تكون تأثر بالشيارة السلام ولا مكان باش؟ ايه باش عملوا قهوة، شو المشكلة؟ ما انا كان عملنا قهوة انا وياه. لا لا ما تعملش قهوة. شوفي انا قاعد انا في القهوة وانا حر ما انا شيء وما عادش تطلب اخويا يعني ما عادش نبه عليك ما عادش تطلب على النمرة ذي. ما عادش نبه عليك ما عادش تكلم على النمرة ذي. انت وين تو؟ انا في وسط البلاد تو. باهي. انا باش نقعدوا تو في القهوة اللي مقابلة بالماريو ونبه عليك من غير ما تجي زاد. راني جاي راني في الطريق تو وين تروح؟ لا والله نفدلكوا. انا خذيت تاكسي يعني. لا يشوم يفدلكوا والله نفدلكوا. والله وين تزرت بيا؟ يا ودي ماناش نفدلكوا، ايجا في التاكسي، ايجا في التاكسي. هاي خذ تاكسي ويجا. تكبس فيا زعما انت تو اكبر، هاي ايجا هاي فيجا في التاكسي. التاكسي اللي بجي فيه باش ناخذه انا، التاكسي ونفصح فيه. شنو قلت لي؟ انسي فيه. انسي بيها؟ اوكي. الي. بونجورني وان شاء الله تلقى واحده اخرى. بونجورني بونجورني يا اخي مانيش باش نجي نحكي قدامك، انا هو قال لي نمشيو نعملوا قهوه خلينا نحكي. شويه تحكي قدام شكون؟ شحال شكون تحكي في التليفون؟ صاحبي صاحبي شبيك علاش تطلب فيها؟ انت علاش قاعد معاها؟ انا حر نحب نقعد شويه مع الاكس نتاعي توحشتها. انت انا حر نتاعي وين انت تو؟ سونتر فيل. في سونتر فيل اي يعني جاي لحظه برك باش ناخذ تاكسي اني جاي شبيك تحكي هكا؟ جيت في الاخي انت وين هو بحبيت؟ اي نعرف. ما تعديهوليش ما تعديهوليش. شبيك تحكي معاه هكا؟ شكونك انت تتكلم فيها؟ شكونك انت تكون صاحبها؟ يا ودي انا صاحبها. صاحبها ودي شبيك؟ انت وين تو؟ جيت تو نقول لك كيفاش؟ انا في سونتر فيل. انا في سونتر فيل انا جايك والله. شنو تكبس فيا معناها انت تو؟ جيت في النصر انا تو في النصر. في النصر؟ جيت وين انت؟ راني في النصر ايجين. كان راجل نقعد غادي كاني راجل نقعد غادي. راني في المنار مان. اسمعني ريت تقعد انت وياها ولا اي حاجه انسانيه انا ما عادش تدور بيا.
هذه من عند الزناق. شو شكون هذه اللي تضحك جنبك؟ اي معك احكي معك احكي معك. ما تعطيهاليش ما تعطيهاليش. تعطيهاليش ما تعطيهاليش ما خيبك وما خيب صوتك. اسمعني ما حكيتش معاك انا وانا هذه قاعده هنا بكريم يعيشك سيتا بلي ما تمرجنيش. ما خيبك وما خيب صوتك. ما خيبني ما خيب صوتي هاني قاعده مع كريم وانا باش نعملوا تصويره اعطيني بالظهر. انا نعملوا في خاوه مع بعضنا وعطاتني المفتاح وديجا الليله بيت انعم. انت مشكور. أنا زهرتي لول اللي قلت لك عليها. بعد ما جربنا مع المواطنين قلت علاش ما نجربش مع روحي نهز تليفون أنا بيدي نطلب صاحبتي نقول أنا باش نعمل قهوة مع الإكستي. ألو. وي. وي. آه سافا. الحمد لله. كملت فطرت؟ كملت. اسمع أنا عبات نصور في وسط البلاد سنتر في. إي. عاد لقيت الإكس نتاعي اللي حكيت لك عليها هذيك. بالله؟ ليه ما بشان معها قهوة قابلتها توا قالت لي نعملوا كيوة قالت لي عندي ما نعم؟ والله يا سليم بتعمل معها قهوة عينك ليش بتهبرك؟ هاني في القهوة الله الله تصفيق اقوى منك على سليم وانا في مستقبل معناتها بكل روح رياضيه جماعه جايين. باهي فاش تخمم صالح؟ كنت حطيت في الموقف هذا شنو تعمل؟ اه؟ كنت تحط في الموقف هذا شنو تعمل؟ أه شكون انا باش نعمل قهوه ولا باش يعملوا علي قهوه؟ انا باش يعملوا عليك قهوه. تمشي في ماتش. قال له روح تيت تيت تيت. ما ناخذش تاكسي ناخذ نهز الكهرباء ونمشي ديريكت. انت تاخذ بلاصتك تعملها حاجة. أمينة قالت لكم أنا عادش بيش ليه مشكل. إيه ألوغ أختي اللي تو كارد دو بون كونتاكت افيك ليكس نتاعك. عادش بيش سوف كو أنا توا لو بروبليم نو سو بوز با معناتها جي با. لا لا أنت معناتها جينيرالمون ما عندكش مشكل. كلمك المسيو يقول لك باش نعمل قهوة أنا بالإكس نتاعي. آه ما عنديش مشكل ما عندي حتى مشكل ولا عندي ما قلقنيش. هذاك خلي الرجال علاش يزرفوا ويصيروا الأشكال الأغلاط. صحيح صحيح ولا صحيح. زارف انت من عند ربي ما تضحكش لا بروت لا سخون معناتها ديما زارف. والله لا والله لا انا لا كلها. مدام ريم تقبل المبدا ولا انت؟ لا ما تقبلش المبدا هذا. ديفينيتيف في الحقيقه. واضح ميك. احنا كيما تلا معناها والدليل انه خويا نحن نحكموا في العائله معناها كيك كيما خويا كيك بالضبط. تصير لك خلاص لا ما هو حي ميك قالوا جبت الجمعه اللي فاتت الاكس نتاعو للتورناج والله نحييك وعليقه طيبه برك والله. وعامل تصاور مع منال والله انا ما جبتش لهنا لا حاجه خاطر حبيت اعرف عليه اخويا زيد دونك جبت له دونك ليك سويت نتاعي قاعد نعرف فيه. خالد تقبل ولا خالد تقبل ولا انت تقبل ولا انه انا عم قاوم على الاكس نتاعي ولا مرتي؟ فرض انت تعم قاوم على الاكس نتاعك. انا عم قاوم مع الاكس نتاعي مرتي تسال ليه تسال مرتي وقتها ما عرفتش ليه تفسر شو نقول لك انا مرتي نعرفها من اللي هي عمرها 5 سنين وعمرها 6 سنين. اي اللي خم فسر لي فهمت دونك البروبليم تاع ليكس انه نسو باس با فهمت. ما فماش اكسويت ما خرج خالد حسني يا كابتن الكابتن اتكلم الكابتن. باهي انت تقبل منال انه معناتها ما نقبلش واضح هكا واي سي بونزيير نحيلو تنقل. لا امين لا انت لا مش نتاعنا ومش انا ناخذ تاكسي و وسبق الريح نجم موجود هو الشخص هذا توا موجود الشخص هذا توا اي معناتها كيقول لي كلمه الشخص موجود ولا اي موجود حصل بالكاليس قبل والله ناخذ كاليس وناخذ تعليق وتاخذ تعليق ان شاء الله ربي يفضلكم بعضكم بالامين ايوه يا باهي لا قولوا امين امين بسم الله بالله هذاك نخاف منه راهو عينه كل عام اخي ابن خلدون شكون السبب اللي معاش مع بعض اي فزت وقتها اي شو كي نعمل السيني هذا وانت تقلب. امين وانت شنو هي انا شنو؟ تقبل صاحبتك تمشي مع الاكس نتاعها؟ بيان سور لا معناتها صحيح وهي وهي تقبل الي انت تمشي مع الاكس نتاعك؟ بيان سور اي لا باهي وصلنا مرحله في الحلقه نتاعنا وكي نعمل هكايا الضوء تقلب ونوصل لانترفيو الصراحه مع ريم الزريبي. سبحان الله وليت مشكل قبيله عندك مده غايبه على الاعمال الدراميه. اي
هذا اختيار منك ولا تغييب تحسه؟ تغييب معناتها فيه نوع من الإضمار. ما تفهم عباد ما عادش يحبوا يراوك في التلفزة، صحيح ولا لا؟ يمكن. لا أنت شنو رأيك؟ مش يمكن. ما نجمش نعرف العباد شو تخمم في مخاخة، ما عادش يحبوني نظر، ما عادش يحبوني نخدم ولا. شو ريم هو اسمه حوار الصراحة. والله لا أنا تفرجت في انترفيوات اللي عملتهم الكل. لا صريحة يعني. معناتها ريت الانترفيو هذا باش يكون مغاير جدا، ديجا تعدى الأخ. لا ما عنديش صراحة وجاي خير كابتن زاد باش تفرح به. معناتها نجاوبوا على قدر السؤال بكل صراحة زاد. ما عنديش حتى مشكل راهو أنا في الصراحة. شكون المخرج ما يحبش يعيط لك؟ مخرج ما يحبش يعيط لي؟ ياسر المخرج هو اللي يعيط لنا شكون؟ ألفة بوزقر. ما الحقيقة ما نعرفش. لا الله يرحمه سي سلاح. وصلتك أعمال إنه معناتها اسمك موجود وتنحى؟ فما حتى أنا هو عمل لي اسمك كان موجود فيه. لا قبل ما غير لا عاد هكي ما عادش حوار الصراحة. في التلفزة الوطنية صار كنت تحب تكلم بلاصتك تتكلم معك. لا اسمع أنا يعرفوني أنا ما نحبش نجرح العباد نسمي مش نجرح هذا اسمه حقيقة حوار الحقيقة أنا اللي قاعدة إيه هاني نقول في الحقيقة ولازم معناها نذكر إكس ولا إيكغيك أما وقع أنه قداش من مرة معناها يعيطوا لي وصلت حتى السيناريو في يدي ونحضر فيه ونستنى في نهار التورناج إكس وإكس جي وما عيطوا ليش وهزيت التليفون وقلت له مالو يا أخي بربي سامحوني مش قلت غضبتك روحك ولا لترود كات قالوا لي ليه سامحنا راهو غضبتك روحك وقتها ريم ولا غضتني لا ما غضتنيش روحي غضتني روحي في حاجه بركه في انه فما مشكله هي قائمه تذات عند الناس الكل انه يعيطوا لك بالهلاله وقت اللي ما عادش عينهم بيك حتى باش يهزوا تليفون سامحنا مادام راه ما فيها حتى شيء معناه تخدك روحك وقت اللي تلقى روحك معناه عطاوك سيناريو ودر شنو وحتى بربي سامحنا لا هذا في شيء غير مشكل حقاني شنو اما انت قولي كان انا غلط مشكل حقاني انه انت ماكش كيما بقيت ممثلين اخرين انه انت كي تمشي البلاتوات في التورناج تقعد وحدك ما تفادلك مع حد ما تحكي مع حد جابدة روحك من الناس الكل ديني تصوروا الناس اللي انت وليت معناتها كون كوا متعالية عليهم لا جميل لا انا شوف كي نمشي التورناج ما نلقاش فيه معناها الناس اللي خدمت معايا واصحابي نلقى روحي وحدي مع لي جون توا اللي طالعين وني با سور لو ميم لونغور دونت ما عندناش فرد لغه نحكيو بها دونك انا ما نحبش معناها في الخدمه انا شعرويه برشا معناها انكار دو تور في الخدمه نشعل يعني ما نحبش لغه اخرى ما تحبش تطيح لقدر تطيح لقدر دونك جو بريفير انا شيخ عندي سيناريو نتاعي نحضر فيه قاعده بقيمتي بحذايا وانا اموري واضحه ما ندخلش في الجو تحب نفهم من كلامك انه الانسان المحترم ما عندوش بلاصه مش في البلاتو كل في بعض البلاتو ما عندوش صار لك حادثه من نوع هذا اي انا في معناها في مسلسل معناها صغار ممثلات صغار معناها طالعين انا نعمل النافيت كل يوم تونس الصفاقس ما نباتش معاهم هذيك في الصفاقس نروح يعني يمشي الخمسة تاع الصباح. عمل في التلفزة الوطنية. عنده 4 سنين 5 سنين. هكاك نمشي نعمل النافيت كل يوم معناها تونس صفاقس نكمل من صفاقس نروح لتونس يوميا معناها. دونك انا في صفاقس معناها فما دي سيكونس صورتهم وفما مازالوا دو سيكونس اخرين لازم يصورهم لازم نكمل باش نروح لتونس باش نضرب 220 كيلومتر معناها. يلزمني نروح وولادي يلزم مش عندهم مش ما عندهمش وقتاش ندوش باش نعمل وقتاش خمسه نقوم حبوره معناها مش وثنيه وممثله معناها تصور خاطر قصت قالت لي ما عادش نصور لما قداش عمرها الممثله؟ اوف دو افواغ معناها في فنتين اي في مصر الممثله هذايا اليوم؟ اش علينا فيها ربي ربي قوي سعده صحيت فهمت كيفاش معناها ما عندهاش حد معاه باش يجيب لها يشري لها تحب على طبليه شوكولاته معناها وكيفاش ويلزم شكون يشري لها طبليه شوكولاته ولا يجيب لي كي تحب حاجه دوموند معناها حاجه يلزم فما شكون
وانا قاعده نتفرج معناها والعباد بالله ما جهر بيعيش بي تاع نعملوا لك بي وهي لا تحب بال جهر بيعيش ولا ملقى قاعده يا ولدي هذا طب باش تقوم ولا قوم انا ولا ايش فسروا لي شنو تحبوا نعمل قلت له صار يعني انا من فيك انت وياها في التورناج لا 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 مش قادري لا لا حتى سني ما يسمح ليش هي بنتي هل ندمت انك شاركت انا اخذ شو سؤالي اسالتي راي في الريبريك هذه واضحه جدا هل ندمت انك شاركت في مسلسل الدوامه مش من ناحيه الخدمه مش من ناحيه الخدمه لا من ناحيه الظروف والجو اي ندمت ولا هاني قلت لك معناها مش من ناحيه الدور معناها هكا هو ندمت عليه لا بالعكس سيتي تري سامبا وخدمت معاه كانت عمرك ممثله هذايا اليوم اللي ترى فيها مازال تمثل معناتها ولات نتصور في الخارج برا شنو نصيحتك لها؟ عمر ربي في بالك يا بنيتي حط ساقيك في القاع خاطر اللي يطير بين فضا وهويره ويجي نهار وكرا يموت الدقدق احنا حطينا ساقينا في القاع انا اليوم عندي 35 سنه في المهنه يعني ساقيا ديما في القاع راكده انت في مقام اختنا الكبيره وامنا اكيد راه انا 56 سنه في بالكم معناتها هذاك علاش هذاك علاش معناتها والله الكلمه عندك انت معناتها راه تربينا على الايماج نتاعك انت والقدر والفيانه والضحكه المزيانه العائليه وكل انا اوتر بارونتيز فما 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 معناها دي بلاتو بتاع مسلسلات يقولوا مثلا المدام اللي مزري باش تخدم باش تجيب لنا بابا سخته علاش علاش على خاطر خاطرنا في البلاتو وين باش نصور في البلاتو دو تورناج ساي قدام الكاميرا انا جيكزيج الاحترام لا نحب كلمه زايده منا ولا كلمه ناقصه منا ولا تلعويك بنغادي ولا انا ندخل نأدي سيكونس بتاعي ولا دو ولا تروا سيكونس نخرج انا من البلاتو دو بلوسك باش يمي فيكم مش معناها قبل ما كانش فما هذا الكل لا فما هكا وفما لا اكثر لا منك لا 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 احنا دو لا ميم جينيراسيون لا ولا لا احنا دو لا ميم جينيراسيون معناتها انا ريت دي بلاتو لا شنو يمكن اللي خدمت فيهم انت اما بالنسبه لي انا ريت دي بلاتو بالنسبه لي انا اللي خدمت فيهم لي بلاتو انت كنت محترمه انت كنت محترمه ولا نهار شفت حاجه غير معقوله انا خدمت مع مدام ريم في شعبان في رمضان مع مدام سلمى بكار اي سانسيغمون بالحق جو سالو لو ريسبي الاحترام نتاع مدام ريم لخدمتها راهي تعرف تحط هي ساقه في البلاتو لي تكنيسيان لي زاكتور كل شيء ريتك تفادليك وكي نجمو نعملوه مع برشا عباد اخرين جات مدام ريم نعرفوها سي بون نخدمو من بعد توفى نكملوا فادكم سيدي كاركتر مش معناها ما نقصدكش ولا نقص قيمه لا لا مدام ريم باش نوري كل مره تصور من بعض الفنانات والممثلات قولي انت كل واحده شنو نصيحتك لها يا نجم بيان سور تنجم تعال نشوفوا الصوره الاولى ساره الحنشي محلاها مش نصيحه محلاها شوف انا ديما نصيحتي لل لل النصيحه لها هي مش للناس الكل حاسه عندك حاجه واحلى هكا تحب لا والله لا والله لا لندور تقبيل لك تخدم 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 وخاصه راهو المسرح راهو المسرح للممثل اسونسييل انت كيف هتلبس روبه كيما لبستها في أبداً. في مصر بدل ما تلبسش به تعدل للصوره اللي بعدها وميمة المحرسي اي وميمة محلاها وخدمت معناها خدمت معنا في الفرقه البلديه خدمت معنا في طيب كاكح وميمة اللي يعجبني فيها انها تحب تعمل برشا حاجات و نصيحه شنو نصيحه؟ ماكش تعطي في نصائح طبعا نصيحه انها تكمل تخدم تكمل تخدم كمل في الخدمه كمل تخدم التصوير اللي بعده مريم بوقديده محليها وجهها يهبل شبيبه ما شاء الله عليها اما بالنسبه لي انا معناها بكل صراحه من كان حلوه برشا ايش معناتها مقاوم عليها معناتها من كان حلوه برشا معناتها ما تمثلش هي وجهها محليه في الاكران مزيان اما معناها تكنيك يلزم تتعلم تكنيك راهو الخدمه راهو الممثل راهو يلزم فما دي تكنيك تتعلم على الاقل قبل الدور ولا سنين هكاهو مازالت في بدايه اي رئيس اش قلت لك خليها خلينا مع لي جون تاع توا وانت انصحهم به اللي بعد
أحلام لفقي صغاريت أكثر من الكسكسي. علاه؟ هذا رأيي راهو. إي ما تبيش تنصحها. هذه هي بتاع الشوكولاتة؟ لا لا هذا. آه. لا. بتاع الشوكولاتة مش في تونس في مصر. آه أوكي. هذه مش في مصر. شو ننصحها بربي شنو مش ننصحها؟ أنصحها. عرفتها شو مثلت الساعة؟ ما مثلت في السيت كوم. مع بسام. قسمة تخين. إيه. ومن بعد شنو خير؟ دور مع بسام حمراء. ومن بعد. هي مازالت كي بدات تعرف قداش عمرها شنو مع بسام قداش العام تعدى 21 قداش تعدى عنده من عمناون ولد عمناون هيك شنو اي قال لك شنو هذاك علاش قلت له حتى انا صغاريت اكثر من الكسكسي اي مش نصيحه صغاريت اكثر من الكسكسي اللي يفهمها نصيحه بالبدا عاد سامحني هذه الاراء لا تلزم الا ريم فقط باه لي بعد ساميه طرابلسي ايوه حبيبي سامية نحبها برشا في مصر تمثل ومثلت في دنيا اخرى اي مثلت في مصر ممثله الحقيقه والله مع كامل ما تعرفش سامية طرابلس مع كامل احتراماتي ليها مع كريم وبسام دنيا اخرى كنت ايش عملت دنيا اخرى اللي يحبها كريم الغالي اللي شعرها اصفر من بعد ولاته من بعد اللي تفكروا في عملت دو سيزون مع كامل احتراماتي ليها راهو ما مش موقف ما تعرفهاش مش موقف لا لا والله بالحق ما نعرفهاش سانسيغمون باش نشوفوا تو سي بون مع تصور كمان وساشون تو 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 ساشون كو الفنان اللي حكيت عليه الممثله قبيله راه ما فهمانيش حتى تصويرها متصور تاكد لي المعلومه هذه الشاب اللي قالت عليها تزغريت اكثر من لا 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 انا نتاكد لي ما فهم حتى واحده منهم اللي حكينا عليها قبيل كانت تحب تحط تصويرتها تنحط ما يزيد حتى شيء صدقني باش نشوفوا مدام فوفا باش نشوفوا مدام فوفا باش تولي معناها تزيد تركب على الحدث حط لنا نوع الشوكولاته تو نعرفوا شكون باش نشوف باش نشوفوا مدام فوفا تعرف راجلها ولا شنو يخدم سي طيب سيتي راجلي اون دو فير اجابه صحيحه كي تحب تشكي وتبكي لسي طيب شنو يعمل؟ يهدي لي كي يغششني معناها اي يضربني يبغى بيغ دو ديمون ولا بورش ولا ب شيك بوغاتي شيك ولا خاتم ديامون اي ريفيير هكا ملوحه هكا كي خانك سي طيب شنو يقول لك؟ نعم كي خانك سي طيب شنو قال لك؟ الحلقة التاسعة يا خاني شخالي والله نسيت بون هذا ما جبتش فيها قال انا خارج انا وسليمان مش نشربوا حاجة والله نسيت بعد ما شكيت بعد ما شكيت في سي طيب اللي هو خانك شني طلعت الحكاية اسمع هذه لعبة قاعدين نلعبوها راهو اي لا والله فما اجابة صحيحة من عند واحد من الببليكا جاتني من هنا طبيبة فوالا طبيبة برافو والله كلهم جاوبوا كيف كيف بعد اخذ جمهورك يعرف اكثر منك انت قداش ليه راهو اسمع وش ما تعاودش تفرج عليك المرة مانيش نتفرج اما ولادي يتفرجوا ولا والله العظيم شنو اكثر حاجة اللي خاف عليها سي طيب اكثر من فوفا تليفون لا والله سمعت الاجابة تبع كرهبتوا حاجة اخذ الشاشة باش تعرف اليوم يعرفوك ولا شو مش نعمل حتى شيء لحظة 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 اكثر حاجة أكثر حاجة يخاف منها أكثر من فوفا تحسب ثلاثة وبعد قولوا مع بعضكم واحد اثنين ثلاثة قلت لك كرهبتوا فوالا دونك ريت لامباكت اللي خليته على الجو اليوم تبارك الله مازالوا يتابعوا فيك حب تصفيقة كبيرة برشا على ريم الزريبي أنت كيف فوفا في الدنيا ولا إيه؟ يرضيكم بشيك بخاتم ان شاء الله علاش لا اي ربي بورش شوف والله اللي ترضيني بورش وترضيني بشيك ومن بعد تعاود الحكايه هي بيدك بورش اخرى كلمه حلوه ب ما باش ما نبش معناها نزيد فيه لا الفلوس لا وشو الكادو لا الكادو الفلوس زاد باهيين اما اللي تمس الروح كلمة حلوة هي الكلمة الحلوة اللي انا عندي كادو مزيان برشا خالد المولهي الكابتن نتاعنا قول شوكا نسيك راني ديما نذكرك كادو الفيتير هذا شوفوا نرجعوا تو سويت خالد المولهي يتقدم خالد المولهي وحده وحده يتقدم المولهي الهدف الثاني جول 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 رائع للترجي الرياضي التونسي يعني بطريقة فنية فيس تكنيك ولا أروع من خالد المولي صاحب الإمكانيات الرهيبة شوف التمرير لاعب كرة قدم من مواليد 1981
كان لعب في بداياته مع النادي الافريقي وين ترعرع وكبر وتقمص زي الاحمر والابيض من 2001 ل 2005 ولعب معاها اكثر من 117 مباراه. وبعدها قرر خالد انه يحترف في النرويج مع نادي ليليستروم اللي لعب فيها من 2005 ل 2011 وين خاض اكثر من 133 مباراه وهز معاها عديد الالقاب. وبعد 2011 خالد المولهي أزياء المنتخب التونسي في مناسبات متعددة ولعب أكثر من 14 مباراة أزياء المنتخب التونسي. بعد 2015 قرر خالد المولهي ينهي مسيرته كلاعب ويبدأ في مسيرة مدرب، وكان ليه تجربة مع الترجي الرياضي التونسي لمدة موسم واحد كمساعد مدرب في موسم 2015-2016، وبعدها كانت ليه تجربة مع أولمبيك سيدي بوزيد، وبعد في موسم 2018-2019 كان مدرب الشباب القيرواني. خالد المولهي اسم المعهود ألق في الكرة التونسية وشرفنا في عديد المناسبات وكانت مسيرته حافلة بالألقاب. اليوم خالد ضيفنا باش نزيدو نحكيو معاها أكثر. مرحبا سي خالد. متوحشين استاد تحس اي متوحشين جو استاد وانا متوحش انترفيو معاك خاطر هذه اول مره رغم اننا اصدقاء مع بعضنا تحضر معايا في الحوار من نوع هذا تنسيني اسمعني تنسيري خويا كالجو بلاتوات الكره وكالكرافات هذوكم الكل تنحيهم على جنب خاطر باش نعطي الكور انا وياك توا سون بيتي مع بعضنا. حوار الصراحه مع خالد المولهي محترف في ليليستروم في النرويج من لاعبيه القلائل التوانسه اللي هزوا بطولات اوروبيه صحيح ولا لا؟ هزيت كاس في 2007 اي من لاعبيه القلائل التوانسه في الاوروب هزوا جوستومون اي اما كمان من الباساج نتاعي فيه ست سنين لعب فيه تروا فينال 2005 2006 2007 هزيت الكوب دونك الكارير نتاعي في النرويج فيها كمان لعب على القاب وهذه حاجه مهمه. وانت من لاعبيه القلائل التوانسه اللي لعبت على تيتروات برا في الاوروب معناتها ما نتذكرش برشا هل يحزوا في نفسك انه كي يصير كلاسمون نتاع اللاعبين المحترفين البرا اللي لعبوا البرا انه خالد المولي اسمه مش موجود معاهم؟ نبيل معلول مثلا يقول حاتم طرابلسي احسن لاعب احترف في البرا، توافق الراي ولا لا؟ هنا لازمنا نحكيو على الكلاسيفيكاسيون نتاع البطولات اللي لعبوا فيها اللاعبين التوانسه هكا فهمت؟ ساعه جاوبني توافقوا ولا نوافقوا على شنو اكزاكتومون؟ حاتم طرابلسي احسن لاعب تونسي احترف في الخارج. حاتم طرابلسي وايمن عبد النور هما احسن ملاعبيه يمكن اكثر ملاعبيه يلعبوا في اللو نيفو هما زوز فهمت اللو نيفو نتاع اوروبا ولا نتاع الفوتبول مونديال هو تشامبيونز ليغ دونك باش تقيس ملاعب تقيسه في الاوروب بالتشامبيونز ليغ وحاتم طرابلسي وايمن عبد النور هما هما زوز بريسكو زوز اللاعبيه الملاعبيه اللي يلعبوا في التشامبيونز ليغ. رغم نجاحاتك الكبيره مع الترجي مع الافريقي مع ليليستروم الا انه وجودك في المنتخب ما كانش بالكيفيه يمكن الكبيره اللي كان يلزمه يكونها. ابسوليومون موافقه؟ فما اسم يقف ورا هذا نجم تقوله اليوم؟ والله شوف الاسم ما نجمش ما الحقيقه كاش فما اسم اللي قلته انت تعرف با ممكن ما شوف بواحد تخمينات بتاتر خاطر كي نشوف انا الباركور نتاعي انترناسيونال كادي جونيور اولمبيك من بعد قبل الكوب دافريك لوجيكمون تكون موجود اي جوز كي تقول جوار اولمبيك انا كنت قائد الفريق تاع المنتخب الاولمبي اللي مشينا للجوز اولمبيك ودايور من وقتها من 2004 حتى مشينا للجوز اولمبيك واحد اخر وقت لعبنا زاد في بول صعيبه ياسر نيجيريا السنغال مصر وكمال الاولانيين والحقيقه كان عندي يعني بار كبيره من الترشح ممكن احسن إيه شنو احسن السينيور ما فماش مانيش عارف انا المشكله بدات من قبل الليستا نتاع الكوب دافريك 2004 نحيت مع ستة ملاعبية اي دوبي 2004 ما رجعت كان المنتخب كان 2007 وتحسها مزية عيطوا لي وقتها هكا عيطنا له على العين بوتيتر فهمت من 2007 2012. كان 2012 كي لعبت في الاسبيرانس دونك فوالا دونك لهنا باش تقول لي واحد معين لا على خاطر باش تقول لي فما برشا مدربين تعداوا على ليكيب ناسيونال ممكن نفهمها من ناحيه اخرى ليكيب ناسيونال لازم شكون يدز معاك هذه حقيقه شكون الجمعيه تدز معاك هي من حق الجمعيات ان يدزهم على الملاعبيه نتاعهم راه انا اسمعني من غير جواندويت راني في الانترفيوات وانا نحكي معاك زاد بلاش جواندويت يقولوا انه خالد قال انه كي تلعب في الاسبيرانس ولا تلعب في الاتوال اسهل من انك تلعب في الكلوب باش تلعب في ليكيب ناسيونال صحيح ولا لا؟ وقت اللي لعبت في الكلوب صحيح ولا
لا ما قلتيش الحكايه. لا معناتها صحيحه ولا المعلومه هذه؟ لا هي صحيحه. كي تبي تلعب في الاسبيرانس ولا في الاتوال ممكن اكسبوزي اكثر ليكيب ناسيونال. علاش انا سالت عليه الموضوع؟ يقولوا على خاطر الشامبيونز ليغ، كي تلعب الشامبيونز ليغ المستوى يطلع بارابور للمستوى نتاع البطوله نتاعنا. هذاك علاش بوتيتر ممكن الملاعبيه نتاع الاتوال ولا الاسبيرانس السنين الاخرانيين يكونوا اقرب للكيب ناسيونال، لكن مش مقنع برشا كمان. فهمتني؟ حتى في الكلوب تعداو برشا ملاعبيه كانوا صعبين. قلنا ملاعبي ما عندكش زهر. نجم. ليه علاش؟ في الاطار الفني ما عندكش زهر. اسمك تنحى كمدرب مساعد في اخر لحظه في بالك ولا؟ صحيح. في بالك معلومه؟ اي في بالي خاطر صار تعرف شكون حالك اسمك ولا؟ صار اتصال باش نكون. لا بشويه خلينا نبدا حوار الصراحه. تعرف شكون حالك اسمك؟ لا 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 ما نعرفش اسم أنا شخص معين. انا نفضل لو كان تقول لي نعرف وما نقولش، نحترم رايك انك تقول لي ما نعرفش. شوف امين الحقيقه جاوبني بصراحه، ما قول لي نعرف ما نقولش. لا تخمينات النجم نتوقع نتصور، اما ما نجمش يقول واحد انت اليوم مسبب باش انا ما نلعبش في ليكيب ناسيونال ولا انت سبب باش ما دخلتش الستاف. فهمت كيفاش؟ لازم يكون عندي حاجه ملموسه. انه ضيفنا الحلقه الفارطه قد يكون واحد من الاسباب ما خلاكش تكون موجود في الستاف تاع ليكيب ناسيونال. اللي هو مختار تليلي. ممكن الحقيقه تنفي ولا تاكد الفيرسيون هذا؟ لا انا قلت لك ممكن، ما نعرفش خاطر شوف هما علاش قلت لك كلها تخمينات، خاطر وقت اللي طرح الموضوع من غدوه صار بلاتو نتاع التلفزه في شان معينه فيها المختار تليلي، ونحكي ما نحكي لكش يعني تصديره عملوا لي. فهمت؟ بوتيتر يكون سبب، مانيش عارف، ممكن يكون سبب مانيش متاكد منها لك، اما انا قلت لك نحكي بوتيتر على حاجه ريتها سمعتها في اللي كوليس. ما الحقيقة أنت حكيت لي قبيلة شوية على النادي الإفريقي، ونحب بالله تصفيقة كبيرة برشا على الجمهور الحميد. أقوى من أكثر بالرسمي، أقوى من أكثر. خالد المولي رمز من رموز النادي الإفريقي، تحبوا لا تكرهوا اليوم. خالد المولي قائد النادي الإفريقي، قائد الترجي الرياضي التونسي. علاش ما جمهور الكلوب يعتبرك خائن اليوم؟ حاجة عادية، الريفاليتي ما بين الكلوب والإسبيرانس كبيرة ياسر. شو تقول لجمهور الكلوب اللي يعتبرك خائن؟ اللي؟ يعتبرك خائن. لا ما نجمش حتى حد يعتبر تعرف خان. ليه؟ نعم. خان ما تجيش تقول لك يلبس مليون كلوب بعد يمشي كار في الاسبيرونس كابيتان منا. تعرف وقتاش الفرضيه هذه؟ الحقيقه لليوم ما تصلحتش. شوف تعرف وقتاش الفرضيه هذه انا نقتنع بها؟ وقت لي 2011 جيت لتونس وكان فما اوفر من الكلوب واوفر من الاسبيرونس، وانا اخترت الاسبيرونس وقتها عندهم الحق باش يلوموني، وانا ما عنديش حتى ارجيومون باش نقول. لكن في 2011 فما اوفر من الترجي كهو، فما فريق اخر اللي هو نجم رياضي الساحل الحقيقه. فهمت؟ النادي الافريقي ما خممش فيا. فهمت؟ هذاك علاش يعني كي ما خممتش فيا كي مشيت للترجي، علاش هو اللوم؟ ابريتو انا جوار بروفيسيونيل، هذيك كارييري خدمتي. اي سامحني، المال والملح وين؟ ليه انك ملاعبي من اصغر من الاداري من جونيور اللي تحب خويا كابيتان راهو في كيب توتي. توتي جاي اوفر من ريال ما خرجش، صحيح ولا سي صالح؟ جاي اوفر من ريال في روما، جاي خاطر روما شدته. ما عرفش نزيدك، جاي روما شدته. ليفربول امبليماتيك، جاي اوفر من ريال ما خرجش. انا قلت لك خالد المولي قائد النادي الافريقي، جاي اوفر من الترجي مشى. كان جاي فوالا جوستومون هو فما اوفر من الترجي جاي من الاتوال وما مكشخل بس باش نمشي لها باش تغشوا عليه. اي ليبر انا كي جيت ليبر جوستومون كي جيت 2011 ليبر. فهمت؟ انا قلت لك كانت واضحه الامور، ترجي عرض عليا نجم رياضي الساحلي، لكن الافريقي ما كانش موجود ولا ما كانش مهتم ولا تتجه خويا كاميرا قدامك جمهور النادي الافريقي في النقطه هذيا اللي اليوم تصور يوقفوك في الشارع يقول لك خلود برج ولايه بصراحه ما كركش عمل، شنو تقول لهم؟ والله شو نقول لهم؟ بالنسبه لي انا الكلوب تقعد جمعيتي، راهو ربيتني وعنده فضل علي، هذا حاجه معني قناعة ونعيش بها لنموت. فهمت؟ ما حتى المكشخين يعرفوا هذا، حتى المكشخين مقتنعين ويعرفوا هذا. تبقى تتحط في وضعيات اللي لازمك تختار، يعني تختار خاطر هذيك خدمتك، هذيك ماندك، هذيك مستقبلك، بتاتر مستقبلك صغارك. فهمت؟ دونك هذا هو. لكن خليك تنفس شويه خالد ولا يزي كملوا كيما تحب. ما قلقنيش انا نحكي. طب نكملوا؟ نحكي مرتاح. جمهور تحبوا نكملوا معناتها؟ باه
خروجك من الترجي الرياضي التونسي كان لسبب غريب شويه وقت كنت في ستاف تكنيك، تحب تقولوا انت ولا نقولوا انا؟ يلا قولوا خلنا نسمعك انت، خلنا نسمعك نسمعك وتو نجاوب. قول لك مدرب خاف على بلاصته منك انت؟ مهم فيها موجود. شو قال لك اكثر من هكا؟ بورسنتاج اي بنسبه كبيره. شوف شكون المدرب اللي نحكيو عليه الساعه؟ ها هو اللي بير فايده. عاد انت كي تعرف المعلومه قولوا انت. انا ما نعرفش. قولوا انه عمار السوايح. ماكش 100%. قداش النسبه تقول انت؟ ياخذ لك ماكش 100% هكا 70. ما با هكاك ما جابش نجاوبك الحقيقه في الموضوع خاطر يقلق شويه. بتقدر انا ما قلقتش. خالد المولي خرج من النادي الافريقي، ولد النادي الافريقي، مشى للترجي، لعب عمل كارير ممتازه، قائد في الترجي ولا في الستاف تاع الترجي، طردوه من الترجي، خسر الكلوب وخسر الاسبيرونس. لا خليني نوضح لك حاجه، ما تردونيش راه. يعني فما حد قال لي تحب تمشي امشي على روحك. انا كما مثلا يقول لك عز نفسك تصيبها، وقت تحس عباد هكا متقلقين تولي تشو بريفير تبعد. فهمت؟ هذه بدون دو دو انا زاد كانت عندي رغبه باش نخدم وحدي، خاطر ديما في تونس المدرب المساعد بوتيترا، وهذا اكثريه المدربين يوصلوا اللي هو يحب ينقز على البلاصه. فهمت؟ دونك بور ايفيتي تو سا. ولهنا راه نحكي لك سانسيرمون، حتى رئيس النادي الترجي الرياضي التونسي سي حمدي ما كانش موافق على الخروج نتاعي. لكن انت خيرت انك تمشي، خيرت اني نبعد. كيما نقول لك باش واحد على الاقل يحترم نفسه ويخلي الناس تخدم، وميم تو ان شاء الله انا بوتيتر نقول نربح اكسبيريونس تخدم وحدي. خليك تتنفس ولا ايه؟ يا ودي ما خليش ترافيه زيدوا زيدوا شويه دوزه ما قلقنيش. عنده ستامينا. عندي نفس، عندي نفس. تكشف لاول مره في برنامج تلفزي وتتقال لاول مره. من الحاجات اللي يقولوا خالد المولي جمهور الرياضي يتذكروا بها هي ورقه حمراء كان يلعب مع الكلوب ضد الترجي الرياضي التونسي. تذكرها ريال. خذا ورقه حمراء. وانت بكيت. بكيت على شنو؟ على الورقه الحمراء اللي خذيتها. حبه صبر. بكي على الورقه الحمراء اللي خذاها. صحيح. واللي ما يعرفوش لاعبين انك تعاركت مع مسؤول بارز في وقتها في النادي الافريقي. نجم تقول اسمه اليوم؟ اي صحيح، اي نجم نقولوا عماد تربلسي وقتها هو مسؤول في النادي الافريقي. بربي خلينا نوضح الحكايه نتاع الورقه الحمراء. وفي الكوره صاريب هو الفوتبول شنو سان جو دو كونتاكت. فهمت؟ صاريب شيخو. دايور في الماتش هذاك مش انا برك خرجت حمر، خرجت انا، خرج حمدي المرزوقي. انت الكابيتان راك يا لور، يعني كابيتان ما يخرجش حمراء؟ يعني شكري ويعر خرج حمراء، شكري ويعر مع الترجي كونتر كلوب خرج حمراء، سمير سليمي خرج حمراء. يعني شو مشكل؟ يعني صاروا برشا يعني في الدربيات. حسيتوا من وقتها ركزوا معك انت كاو؟ ليه؟ شوف الموضوع لو بروبليم سوبوز با، علاش؟ خاطر بعد اسبوعين عاودت لعبت، وعاودت لعبت كابيتان. يعني انت كي ملاعب عندك خذا حمراء. بين عماد ترابلسي اول مره باش تقولوا هذول هذا؟ ربي يفرج عليه كما قالت أمينة، ربي يفرج عليه. بريتو احنا نحكيو توا في تاريخ، ماناش له شماته في العباد وله مش عاملين محاكمه، لكن صار وقتها يعني هذه واقع. فهمت شنو اللي صار بينك وبين عماد ترابلسي؟ لا ما عجبنيش طريقه التعامل نتاعهم بعد الماتش هذاك. كيف شنو صار؟ ما شوف توا هذا ما فيش. لا 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 ما تقوليش توا هذا، لا مش توا هذا. اليوم معروفة، معروفة معروفة. ما قلت للتاريخ انت هذا باش يقعد للتاريخ. انا ما نعرفش. قلت ربي يفرج عليه بالرسمي، ربي يفرج عليه. ربي يفرج عليه. وحواراتك الرياضية السابقة كل يا خالد يعطيهم الصحة اللي قاموا لك بالحوارات الرياضية، هذا حوار مختلف جدا. والله حكيت عليه الموضوع قبل انا. اما ما يعرفوش العباد شنو اللي قال؟ في مواقع، في جرايد بوتيتر، فهمت؟ شنو صار؟ شنو قال؟ تلفزيون أول مرة. شنو قال؟ لا هو كان متغشش وقتها على سبك. هو ما سبنيش انا، سب المجموعه. وحب ولا يكر احنا كمام، احنا اولاد الكلوب وقتها ما نقبلوش كوني هنا ولا يسبنا. فهمت؟ اي وقت نصور انا ترابلسي كان يخفي سبكم، مش تقولوا والله اللي بيك يا اللاعب. اي جوست ما فما فما ناس تقبل، انا واحد من الناس ما قبلتش. مش شنو اللي ابطال انا قلت لك. لا لا فما شكون يقبل، فما شكون ما يقبلش. انا ما قبلتش بدايور من نهار هذاك، ما عادش دخلت برك كلوب انا. واضحه الحكايه. وقت اللي يجي مسؤول يطيح لك قدرك ولا سمعك، لا بالنسبه لي انا ما تربيناش هكاك ساعه في الكلوب، موش نتاعنا. وقتها في هذاك جمعيه كبيره وكل شيء، حتى كان تصير حاجه تصير في تصير في وسط البستير، ما يسمع حد وما يراه حد. فهمت؟ نجم يصير حتى في جمعيه. تمشي للترجي؟ لا دايور جا نقول لك دايور. وقتها انا فانت كونترا 2005 وجاني اوفر من الترجي، لكن خرجت مش نلعب البر.
فهمت دونك علاش غنقول لك علاش زاد خاطر وقتها ممكن صعيبه ومستحيله انه من الكلوب تمشي لسبيرانس وانا قدرت هذا خاطر كمان انا ود الكلوب فما عندي جمهور الفيزابي نتاعي ماهوش يقبلوها وانا في مخي باش نلعب لبرا بعد مكتوب ربي 2011 جاني فما اوفر من الاسبيرانس اوفر من توال الكلوب الموضوع ماهوش مطروح فهمت اخترت العب في الترجي والحمد لله يعني اللي كسبته في الترجي بعد يعني حاجه ممكن ما كنتش نتصورها جوستمون جات اللحظات الحاسمه سيد المشاهدين قائد الترجي وقائد النادي الافريقي باش تحط امام الامر الواقع باش نلعبوا مع بعضنا لعبه الرجو فما لاين مان ساعه لا انت باش تخرج كل مره شكون في الرجو شكون الرجو بين الترجي والنادي الافريقي في الاسئله باش نسالهم لك هذوما شكون اللي تخرجوا الرجو في مستوى التتويجات في الفرق اللي لعبت معاهم الزوز انا واضح زيدت القاب مع الترجي اكثر من الكلوب شكون اللي تخرجوا الرجو في مستوى الشعبيه في تونس لا شوف الشعبيه هذه راهو موضوع كبير ياسر ولازموا بالحقيقة باش تطلع شكون أكثر لازم هذه سونداج يعني لازم شكون وسائل علمية في مستوى الحب في قلبك؟ لا صعيب ياسر سؤال وش نقول لك؟ شوف اللي نحكي فيه هنا نجم يحسوا ويفهموا كانان علاش؟ جمعية ربيتني وعطاتني يعني الفرصة وأنا صغير باش نلعب وجمعية قدرتني في كبري يعني فهمت ما نجمش اليوم نجي نقول نحب الكلوب اكثر من سبيرانس ولا سبيرانس اكثر من الكلوب خاطر شوف هذه الوحيده اللي باش نعديها لك لا 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 نحكي سانسيرمون هذه الوحيده اللي باش نعديها لك ومن بعد ما عادش معدي لك حتى واحد هذه الوحيده اللي باش نعديها لك شكون اللي تخرجوا ارجو على مستوى الاداره النادي الافريقي كان النادي الافريقي كان عنده مشكله راهو المشكله نتاع الاداره والتسيير خاطر النادي عنده كل شيء شعبيه كبيره ياسر ملاعبية تعداو عليه ملاعبية كبار لكن المشكل الحلقة اللي ممكن اللي هي اللي الترجي أقوى فيها هي المستوى الإداري مش نعطيك زوز ملاعبية كل مرة خرجوا واحد ورجوا خالد عزيز حمدي الكسراوي خرج واحد ورجوا معليش زوز صحابي ما عندها حتى علاقة بالصحبة ما عندها حتى علاقة بالصحبة هذا الدربي هذا الدربي ايه خالد عزيز قول كلوب لعبت معاه هكا ولا ايه حمدي القصراوي يقول اسبيرونس لعبت معاه من الاقرب اليك؟ شكون الاقرب لك ما تخرجوش ورجو؟ تحب صحبه تحب كوره شكون اللي خرجوا ورجو؟ ايه حمدي القصراوي صاحبي برشا اكثر من خالد عزيز امش خرجوا ورجو صحيح خاطر صاحبك دونك ما يخرجش عليك اختار اللي تحب اعمل اللي تحب ما تعطيني اجابه بين وليد الهيشري في الكلوب اللي لعبت معاه هو لعب معي انا اكبر منه اي هو لعب معك وليد الهيشري في الاسبيرانس لعبت معاه شكون منهم تخرج ورجع نلعب معاهم الزوز انا هو منهم فيرسيون كلوب ولا فيرسيون الاسبيرانس انا ولي احسن اي ليه الفيرسيون تاع الترجي خير وليد خاطر في الكلوب لعب صغير وما لعبش برشا لعب بريسك موسم ولا حتى اقل من الاقرب الى قلبك اسامه الدراجي ولا اسامه السلام اسامه الدراجي عليه واضح اسامه الدراجي عديت معاها بيريود باهيه برشا في الاسبيرانس فهمت اسامه السلام ما نجموش نتقابلوا لان فرد تباع لان فرد لان فرد جو لان فرد مختلف كل واحد عنده حياته كل واحد جو ما حتى جو حتى كوره انت قولي جوك شنو تعرف هو جو شنو على هذه شد فرامي على الجو شد فرامي خليني في الكوره لا خليني في اسامه الدراجي خاطر نعرفه يلعب معايا واضح فهمت بين يانيك نيانغ ومحمد السليتي شكون اللي أرجو هذه اكسح واحده الحقيقه هذه اكسح واحده محمد صاحبي أرجو تخرج أرجو علاش باقي يانيك نيانغ كان يتفرج فيك مش فاهم شيء يتفرج يتفرج لا مش بعد قال تصور وخذوا الصور يعني كان علاش؟ هذا خليته صعب بالاخر ما يفهم شيء يفهم شوية لا 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 اي شوف يانيك بريمو لعبنا هزينا بعضنا تشامبيونز ليج ولعبنا المده اللي لعبتها مع يانيك اكثر من محمد السليتي سكوندو الطريقه اللي تضرب بها وخرج بها كمل بها كاريير توجع الحقيقه فهمت؟
وانا يعز علي خاطر من الكوتي هذه اكسح واحده للاخر باش تخرجك راسك راس الجول ربي معاك عصرتي صح صار هذه كل حكايه فيها تو حتى شيء المره هذه مش ملعبيه لعبت مع المره هذه سامي كبار سامي كبار ياسر لطيف بين نبيل معلول وسمير السليمي شكون اللي تخرجوا وش قد بوست هذا يبقى سمير السليمي ابو نبيل معلول ك انا كجواري من بي اكثر من سمير سليم بوتيتر فهمت سمير سليم داير وقت لي انا جيت للكلوب جيت لسبيرانس 2011 نذكر كيما اليوم في تلفزه متلابس قال مش يعمل حتى شيء وترجي خذا تي عاد ولات مساله شخصيه هذه هي غلبه الحوار الاخرين الحوار مش يكون سويله ما الاخرين مش يكون تصويره مش خليك تحكي وحدك بعدها انا مش نسلك حتى شيء التصوير الاخراني هي هذه ربي يرحمه راجل كاو بنجم تقول حاجه اخرى راجل بيتم معنى الكلمه احنا حتى لعبنا بعضنا لعبنا بعضنا ايكيب ناسيونال جونيور اولمبيك من بعد جا الكلوب وكان حقيقة شوف الرجال ما واقف علاش كي الراب تاتر زاد نحس برجع عليه نجم قصة لا بربي قصة علاش بيك؟ ياك شو انه عبد يتأثر في مواقف كيما هكا هذا عادي جدا معناتها كنا عندنا نقاط ضعف نتاعنا هذا عادي جدا معناتها محبتك لأسعد الورتالي الله يرحمه راهي كيما محبة جمهور النادي الإفريقي لأسعد الورتالي مش معناتها انك تتاثر فانه هذا عادي جدا انك صاحبك قبل ما يكون لاعبي معاك تتوحشوا اليوم فانه هذا عادي جدا خلينا نقول لك حاجه اخرى احنا كنا دو كونكورون في وقت من الاوقات نلعبوا فرد بوست في الكلوب فهمت يا فيكسا الحقيقه عمره ما قال في كلمه هو خصوصا هو خاطر خلينا نقولوا فما ملاعبية اخرين جاوا من جامعات اخرين وفتقوني منهم واحد ذكرته انت قبيله فهمت لوسول اللي كان واقف معايا ونعتبره راجل راجل بتم معنا الكلمه فهمت رغم اللي احنا دو كونكورون هو اللي هو السيد هذايا الله يرحمه ان شاء الله ربي يرى له خساره الله يرحمه وينعمه تحيه لحب الروح لسعد الورتيني ان شاء الله ربي يرحمه وينعمه تحية لجمهور النادي الافريقي. قداش تعطي نوت لروحك في الاجابات نتاعك؟ لا تكلمت سانسيرمون. 10 على 10. سانسيرمون. 10 على 10. 10 على 10. سؤالك انت 11 على 10. 11 على 10. تصفيق على خالد مولي. خالد مولي كيما عمركم مريتوها قبل. وانا نطلب منكم بكل بساطة انكم سادة المشاهدين تبعثوا قابل اس ام اس على 85810 باش تربحوا كرهبه ممتازه لجولف 6 وما ادراك ملكه الكياس على 85810 فقط فضل ميغالو سومها 92 مليون و980 خيالي تو تفيت تتعداو حبل حكمه امير اسطى شوية ثقافة عامة زيدون ياسر ياسر متعطش للثقافة أعطيني زيد باغ إكزومبل شنو هي العلاقة ما بين الشعر هذايا البيت الشعر هذايا والشفتين؟ الشفتين أمور ميغالو هاي قطعنا على قطع القطع قطع ليلة صراعا على الخيل العتاق اللاحق زوز زوز قطع هذه قطعنا تبدأ والأخرى قطعنا به بيا ما عندكش حل ستدير حل الحليقة بالبيت جاي بالشفتين ما نقول جاوبتك انا جاوب عندي عاد قطعنا قطعنا سكرنا فهمنا تكلمنا معناتها الشفتين ما يمسوش في بعضهم اكزاكتومون تقرا البيت هذايا الكل من عجائز اكزاكتومون من عجائز البيت هذايا اللي هذا البيت تتحرك بقراءته الشفتين حتى بالبوتوكس ما يمسوش ما يتقابلوش ما تحطوش بوتوكس سخطوا بالبوتوكس ما يتعرفوش فما اسيد اليورونيك بيه تعرفوش مثلا زيدون شنو الطموح؟ الطموح برشا حاجات تقول لك الطموح في كلمة شنو هي؟ امين اسطر الحلم 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 ميغا الطموح في كلمة في كلمة شوف بيوت عروسك وانا نبدا مش عارف
بيوتا شنو الطموح؟ طموح هو النجاح. نجاح منين؟ كيف لا ريوسيت؟ صالح؟ كيف كيف النجاح؟ مدام ريم؟ الحياة. الحياة. به. يقول أبو القاسم الشابي. إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر. الكلنا أولاد تسعة والكلنا نحلم وماذا بينا نحقوا الحلمات. والكلنا نحب ننجحوا وماذا بينا علينا يحكيوا أحسن حكايات. الكلنا نطمحوا باش وباش وباش نعملوا أما actions speak louder than words. مش الكلنا نقروا ومش الكلنا نعزموا ومش الكلنا نخدموا. مش الكلنا نخدموا باش حلماتنا بلوتو ما تقعدش خرافات نسكروا عليها القجارات. مش الكلنا نخدموا باش حلماتنا تولي في التاريخ انجازات ويسهروا يقراوا عليها للفجورات. الطموح امتحان صعيب والطرق لنجاحه تنجم فيه ما تصيبش وتنجم فيه تصيب. طريق في برشا تعب وبرشا ضغط، في برشا عرق وبرشا عصب، في برشا عكس وبرشا دموع، في برشا خوف وبرشا كفوف، في برشا تضحيات بالصحة بالعائلة بالوقت. طريق فيه برشا ليالي من غير نوم وصباحات من التعب ما تجمش تقوم. طريق فيه برشا غيرة وبرشا غدرة، في برشا أمل وبرشا خيبة أمل. طريق فيه برشا حسد وبرشا حقد، في برشا حسابات وفي برشا قساوات. طريق فيه برشا اللي ينبروا ومن بعد ما ينبروا يتبعوا. طريق كله شوك، في برشا شكوك وفي برشا شبوك. طريق في برشا عثرات وبرشا عتبات، فيه برشا فشل وبرشا اختيات. طريق تطيح وتقوم فيه ألف مرة وكل مرة تقول هذه آخر مرة. طريق في برشا اختبارات وبرشا اختيارات وبرشا ضغوطات وبرشا صعوبات. طريق طويل طويل صعيب وما هوش سهل، وفي الحقيقة شيء ما يجي بسهل. السهل لا يحقق لك حلم الحلم خارق ولا يكتب لك اسم في التاريخ خالد. والطموح تعرق عليه بالعزيمة والعمل والتحدي. الطموح عنده شعار واحد Impossible is not an option. ورد بالك تبني طموحك على سراب، رد بالك تبني طموحك على خراب غيرك، رد بالك تبني طموحك بعيد على القيم متاعك وعلى مبادئك. أما ما تخليش زادة الطموح يغرك وما تخليش الغرور يضرك. الاختيار اختيارك، يا تعيش في القمة يا تعيش حاشيكم في القمة. كل شيء في مخك وكل شيء بين يديك وشيء ما هو مسلط عليك وما تخلي حد يكبل لك يديك. اللي نجح ما هوش خير منك، واللي نجح ما هوش أقوى منك، واللي نجح ما هوش أذكى منك. اللي نجح عنده بارشة وقت ضايع بارشة أقل منك، واللي نجح تعب أكثر منك وقرا أكثر منك وفلح أكثر منك وضحى أكثر منك. صحيح نعيشوا في بلاد اليوم اللي ساعات فيها الحلمة تولي نقمة. صحيح نعيشوا في بلاد اللي ما عادش نجموا فيها بارشة نطمحوا، واللي نجاح ما عادش نجموا فيه زادة بارشة نطمعوا. صحيح نعيشوا في بلاد اليوم اللي ماناش طالبين منها طموحة ولا رؤية قد ما نطمعين في وضوح الرؤية. أما إحنا أمة اقرأ، في سلواتنا وفي آذاننا لسلواتنا فما كلمتين ركزنا برشا مع واحدة وكييننا تناسينا واحدة. ركزنا برشا مع حي على الصلاة ونسينا كلمة حي على الفلاح. باش تفلح وطموحك وفلاحك وعزيمتك ونجاحك مسؤوليتك أنت وحدك، وكما يقول أبو القاسم الشابي ومن يخشى صعود الجبال يعش أبدا الدهر بين الحفر. على النوتة المزيانة من عند أمينة ستار في أبلة حكمة نكونوا تقريبا وصلنا لآخر الحلقة نتاعنا اليوم. نحب تصفيقة كبيرة برشا على بايا الزردي. ميرسي بايو. ميرسي ميزون، ميرسي سي ام بن عزوز، ميرسي بور لا جولي روب سونيا ميزون كوتور.
زياد المكي. خويا تحية كبيرة لجوزيف كواف اللاكدون، نقول له ربي فضلك يا حما وبربي أمين بلدية باردوك المريكة. أخونا طيب مشي يصور فيتير قام سكرة، قالك راهو بالكورونا خاطر غادي فما زوز عوان مرضوا بالكورونا وصار اللي صار وسكروا مرة جاية ثبتوا في الفيتير يعني. باهي يعطيك السلامة. تعرف لقيناها محلولة وقلنا مسكرة. لا 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 مسكرة بسبب الكورونا بالحق فما شكون. إن شاء الله إن شاء الله ربي يشفيهم وإن شاء الله ربي يلطف بيهم وكاو. منون. Merci beaucoup, merci Miss Prestige Doha, Madame Prestige pour la robe, les armes et les sur mesure. Merci beaucoup, bijouterie Fête and Venue of Colmar, à tabac, une création Yasser Maziena. Merci à le maquillage Espace Madame Zahra. J'ai le plaisir de vous parler avec toi, c'est la Aïchine de Dubaï, Lilt, Ras El Am, Inch'Allah, donc le restaurant Le Pirate, Mouadna Radika, ma Bel Hassan, ou ma chef Taïsir. Inch'Allah, Rabbi, je suis Zahri, et Tahouna Barcha, nous parlons le 31. فرحان برشا انه خالد مولهي كان حاضر معنا اليوم. كابتن تقعد ديما راك الكابتن، سامحني كان غصورتك شويه خويا الغالي، ما راي المحبه اللي ما بيناتنا والقدر اللي ما بيناتنا. عندي حاجه نخبيه هذاك الواقع وقلت اللي في قلبي وهذاك اللي نخموك. حجامك فازتك؟ لا نشكر مرتي على الحديث بتاع الشمال. هي بلوس هي اللي اختارت، هي اللي اختارت اللوك وميم تان ديديكاس لزين الدين ولدي زينب ربي يفضله لك ان شاء الله، لامي وبابا ربي يطول في اعمارهم واصحابي والناس اللي يحبوني كل الشعب التونسي. امين. ميرسي ميغ. وقال لكم كي نعمل لك اسكتوا ما ريتوش. تحيه. اول حاجه عندي اخويا جمال عنده زوز عيد ميلادات ما دهم لي باش نوصلهم. اخويا جمال عندي كرميتهم من ثلاثة أربعة. لا لا انتصار مرته عيد ميلادها. أي ربي يفضلها. حبي ركبي. وبالمناسبة عيد ميلاد صاحبته مريم لشخم زاد فرد نهار كيف كيف يقول لها صاحبته مرته. صاحبته مرته فرد نهار مسياش هو قال يقول قلت. هذا هو تحية ل شيفي خليبي على الملابس هذوما. خليبي في نابل. وتحية لبيوتا بنتي حلوحي نقولها نحبك. وبالله تحية لسمير عدالة على رأس شرطة المرور صديقنا يرحم والديه. نقولوا دار ذي أمور برميد فكرة. لا والله لا والله لا والله لا تعرفش علاش لا خويا مين خلينا نوضحوا لا خلينا نمشي شو خشي لي هكا تو خليك نشوف بلاش اوراق انا شو مين وضح انت مغادر غادر تحية لسمير عدالة انا خارج انا اللي خارج. مدام ريم اسم كبير برشا. اسم كبير برشا. تخيل في فات لي ميسيون بطبيعتها تعاد بيرجع في بالكم اللي غادر ما يخلصش على شهرين. هو انا نسحق اقعد دبر الرسم امسي ما تقدر امسي له ثلاث شهور يخوضوا منك. مدام ريم ميرسي يا ليلى اللي حضرت معنا اليوم، شرف كبير برشا لينا. تبقى راك اسم كبير من اكبر معنا من اسماء ربي يفضلك. جست نسلم على بنتي سرورة وولدي يوسف وديديكاس الميدو محمد بيوتي سنتر بور لا بيل كوبل. صح 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 يا ليلى. صالح مدغستاف من احسن ما جابت تونس من جوارات الباسكيت على مر التاريخ. باش يقعد اسمك مكتوب خويا، احب من احب وكره من كره. موقفش مش ما تفضل. لا يوفش لا يوفش لا كدري كدري عاد تفضل. مدام خلي هنا كفي خلي هنا في قلبها تو هكا تو هما بيشوفوه ما شاء الله. بون ميرسي بوكو. ما عنديش انا سبونسور لكوافير حتى هيك جيتكم كمان. نشكر امي اللي خلات اللي سايبتني خلتني نجي. اي ربي يفضل ان شاء الله شويه ولا ان شاء الله بلطف ان شاء الله. ميرسي بوكو على استضافه عايشه كمان اول مره لنا واول مره في تونس في الوقت هذا دي 8 ans. ما جيتش لتونس في الوقت هذا يعني تاع الشتاء. واول مره تتغصور هكا في حوار اول مره يقف في حوار. هما محلاهم وانت غصورتني دونك يا خويا على راسي وعيني كل ما تجي نغصور ما عندي حتى مشكله. تو غصورك انا في تروح بلاي ستيشن. ايش كمل الميزان مع بعض باش نغصورك انا في تروح بلاي ستيشن. زيد خذ لارج قد ما تنجم. انت تحرقت امينه ستار ميرسي عايشك ميرسي بوكو. نحب نقول اليوم le 17 décembre 2020 10 سنين كانت الشراره الاولى نتاع الثوره نتاعنا. نتسائلوا اسكو حققنا اهداف الثوره ولا. نحب نشكر جماعه اللي يخدموا معايا، اخواتي اللي يخدموا معايا في بيوتي الاقصر والاتحاد العام التونسي للشغل فرع سوسه ايزوست في توت ما في. نشكرك برشا خويا ميرسي اللي جيت بحضنا اليوم. بارك الله فيك. نحب تحيه كبيره برشا لسامي لو فيزاجيست. ميرسي سامسون بارك الله فيك على الحطه خويا. ميرسي ماتزارو ميلانو بارك الله فيه صديقي ماتزارو ميلانو خويا حتى هما زاد
محمد علي دمق على الملابس الجميله وباش يحل في نابل تري بيانتو مازارو ميلانو دونك فازي نمشيو نشوفوا البوتيك تاع نابل حاجه مزيانه على الاخر. لحظه بركه يا امينه نجيك جوست نحب تحيه كبيره برشا اللي شاركوا في نوستالجيكا الكل اليوم مع مهدي المولي. نحكي على احمد الشيبي على خوله طاوس على شهير التكالي على اماني الهرابي على الاسعد السندي وبقيه العازفين اللي كانوا موجودين وعلى نوستالجيكا باي مهدي المولي. تفضل امينه. جوست نحب نقول الانتصار جويز انيفرسير بور زي 28 ans بوسك برشا ميرسي ان شاء الله كل عام وهي حياه بالف خير. خليكم تو سويت مع طريقه الكرهبه تمشيوا لها تو سويت تعملوا دوره في الكرهبه شويه اخر نوستالجيكا جوست مع مهدي المولي نتقابلوا الجمعه الجايه باي باي تشاو. الكياس يعرفها بالقدا وهي تعرفه بالقدا وانتم ما تعرفوها بالقدا. نحكي على جولف سيت هي الكريبه نتاعك اللي تنجم تربحها هذه كرهبتك الجايه بمجرد حرف ا بالاس ام اس على 85 810. 85 810 اس ام اس واحد فقط ينجم يخليك تربح ملكه الكياس الجولف سيت. وما ادراك ما الجولف سيت خويا. الوجه هو بيدو ما تبدلش عليك تعرفه مليح اما باكثر ديزاين مودرن. شوفوا لي فيو ليد معتاحها اللهم صلي على النبي. روتروفيزور نتاعها رابطابل حاجه ممتازه على الاخر كما قاعدين تشوفوا. فوالا 3-2-1 محلاها خويا محلاها مزيانه على الاخر. الكريبه نتاعنا 6 زوايل كونسومي كان 5% فقط كرهبه اقتصاديه بامتياز. الجولف وما ادراك ما الجولف سيت بواتو تو الفيرسيون اللي تنجم تربحها انت. دونك مدام مسيو ما تقلقش روحك مع الامبراياج بكل خاطر ماكش تحط ساقك على الامبراياج بما انه تصرف واحد اخويا بواتو تو. الانتيريور نتاعها الفولون كوير مش باش نقول لكم جولف سيت ملتي ميديا كل شيء موجود فيها اللي تتمناه تلقاه في كريهبتنا اللي هي كرهبتك انت. ديجا اما يلزمك تمن بحظوظك تبعث ا بالاس ام اس على 85 810. صحيح هذه كرهبتك الجايه جولف سيت ليك انت. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia di spaghetti al dente, c'è partigiano come presidente. Sempre me la mano destra, canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con le sue artisti, con Troppa America e sul manifesti, con le canzoni, con il cuore, con l'amore, con più donne, sempre menzone. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi verdi del sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ci sono fiero. Ci sono un italiano vero. Italia chi non si spaventa, con la crema dal barba la menta, con avvisito giustato sul blu e la moniora la domenica in più. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le case nuove nel primo cassetto, con la bandiera a pinturio, un assegnetto giù di calotteria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, che ci sono qui. Lasciatemi cantare
Italiano vero La 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 Sol.